لا نبين في موقف محرج في إيفنت ITP Live. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية مع اليوتيوبر نالين بيوتي اللي ظهرت امبارح مع راغود. الجمهور بيتوقع أن تكون نالين بيوتي ضيفتها في برنامجها الرمضاني. أيضا نالين شاركت امبارح في إيفنت مايبيلين واعتمدت نالين اللوك برعاية شيرين. أيضا من جهة أخرى ظهرت مروان سارة الورا لا نولين زياد وسارة وبرهم معراوي وكل الشلاف بإيفنت تاني ITP Live. وحسين وضع لا نولين في موقف محرج في الإيفنت وحكى لهم ليش بتلبسوا مثل بعض. وقامت لانا محمد بمشاركة ستوري حسين عندها على صفحتها بالإنستغرام وردت على حسين ب لما تدور نكات من سوق الجملة. أيضا سارة ملص في هذا الإيفنت فازت بسفرة لأي بلد بدها، فألف مبروك لسارة. الله يهديك يا أمي، الله يهديك. هذا كان حالتي أنا وحسن وإحنا صغار. اي والله صح، انا فاكركم، انا عارفكم كويس. كان الله يهديك، كان اي شيء تشتري منه اثنين زي المنظر. ما فهمت ولا شيء، اكثر واحده تتكلم واختها ترجم. الف مبروك. اسمع عشام، اسمع بطلع معاكم، ما في طيارات. روسيا ألف مبروك والله. فاكر واحد لحاله يروح ولا لا؟ طلعت عيال، طلعت عيال نبغى. أكثر واحد يتكلم ما وكذاب. أنا بحب من أوكي ما طلع في أنجلينا. أنجلينا كذاب والله. الله يسعدك، الله يسعدك، الله يسعدك. ما ادري انا صدق اقول لك حاجه، انا مره ما اثق فيك. ما احس انه هذا كلام وراه شيء. لمسه على قول، شو ايش تبغى؟